نعم الصباح الدوام تمام. السلام المصافحة يوميا ما رأيك فيها شيء؟ إيش المصافحة باليد يوميا ما رأيك فيها؟ إذا لقيت أخاك فصافح، هذا طيب. لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد يمر عليه، هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس، وإنما ينتهي يجلس حيث ينتهي به المجلس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا السابقون ما يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا، لكن حدث هذا من بعض الإخوة المستقيمين ظنا منهم أن هذه المصافحة كالمصافحة مع الملاقات، وليس كذلك. الملاقات كل واحد يلاقي الثاني، أما هذا رجل دخل على ناس جالسين، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل يسلم على الناس واحدا واحدا؟ من كان عنده سنة بهذا فليخبرنا بها، ومن ليس عنده سنة فخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القول، وهذا غلط. إذا دخلت فابدأ بالأكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن عن يمينك. إنما تبدأ باليمين إذا كانوا عن جنبيك، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، تبدأ باليمين ولو كان أصغر. أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاهي والبخور فابدأ بالأكبر، ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي، ثم عد إلى من على يسار من على يمين الأكبر، وخذهم واحد واحد. نعم.